فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة أي القدرة على الزواج، فليتزوج. وهذا يدلنا على التأكيد على أداء هذا الفعل، وأن فعله من القربات إلى الله عز وجل. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. غض البصر أيها الأفاضل، هذه من الأمور التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فإن الله عز وجل يقول مخاطبا الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم خاطب النساء فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا غض البصر من الأمور التي لها وقع في القلب، ولذا فإن الله عز وجل قرن بين غض البصر وفعل القلب، فقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذلك أنك ربما تكون مع صاحبك تمشيا، فلربما نظرت إلى أمر وهو لا يعلم بما تنظر إليه، ولربما استرقت البصر إلى شيء ممنوع وهو يرقبك ولا يدري بما تنظر إليه. ولذا جاء في حديث عند أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره عما حرم الله وهو قادر على النظر ابتغاء ما عند الله عز وجل، أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. وهذه حلاوة الإيمان يقول أهل العلم إن سببها بعد توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، حيث يكون القلب فارغا من التعلق بغيره سبحانه وتعالى، العناية بعبادات السر. ولذا فإن المرء لن يجد عبادة يجد فيها حلاوة الإيمان مثل قيام الليل ومثل الإنفاق في السر. ولذا جاء عند ابن ماجه: ثلاث من فعلهن ذاق حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. لأن بذل المال في السر لا يعلم به إلا الله عز وجل، والمال له حلاوة في القلب ومحبة، ومنها غض البصر وهو الانكفاف. وفي هذا الوقت أصبح غض البصر من الأمور السعر، حتى إن المرء ربما يكون في بيته مغلقا عليه بابه ومرخيا عليه ستارة، ولا يعلم به في هذا المكان أحد إلا الله عز وجل، ثم ما إن ينظر في هاتفه النقال معه أو ينظر في الشاشة التي أمامه، فينظر من الأمور التي لا يمكن أن ينظر لها غيره من الأمور المحرمة. لكن إذا تذكر ما عند الله عز وجل ثم غض بصره حين ذاك رجاء ما عند الله عز وجل، فليبشر بأنه سيجد حلاوة الإيمان. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الناس يقول: أسمع أن سفيان يقول إن في طلب العلم لذة عظيمة جدا لا أجدها، وأسمع أن إبراهيم بن أدهم يقول إننا في قيام الليل في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لا جلدنا عليها بالسيوف ولكني لا أجدها، وأسمع أن عبد الله بن الزبير كان إذا قام في صلاته اشتغل بالعبادة حتى لا يدري من بجانبه حتى يأتيه الزنبور، فربما لسعه مرات كثيرات ثم بعد ذلك لا يتحرك، ثم يقول كنت في شغل عنها. وفي سنن أبي داود أن سهما غربا أصاب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فتل من صلاة قال: كنت أقرأ سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحراسته. هذه الأمور قد نفعل مثل أفعال أولئك القوم، لكننا لا نجد في قلوبنا ما وجدوه، لسببين ذكرت لك قبل قليل، وهو قضية أفعال القلوب: التعلق بالله عز وجل من نفي الشريك سبحانه وتعالى عنه، إخلاص العبادة، ومن أنواع إخلاص العبادة إخلاص أفعال القلوب، فلا توكل ولا استعانة ولا خوف ولا رجاء ولا محبة إلا لله عز وجل. والأمر الثاني العناية بعبادة السر. وللشيخ تقي الدين كلام نفيس جدا في عبادة السر، ضمنه بعض مباحث كتابه الاستقامة، وكيف أن لكل واحد يفتح له في باب لا يفتح على الآخر في عبادات السر. ولذا العناية بعبادة السر مهم. ناسب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر. فالإنسان مع مجاهدته نفسه ومجالدته لها يبذل الأسباب، ومنها الزواج.